روضة الأفضلية الدولية، مادة التربية الإسلامية، حرف الكاف. أهداف الدرس: الاستماع إلى نطق الحرف كاف مع الحركات. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان، هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان، دان 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 فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. الكاف مع الفتحة ك ك ك ك ك، الكاف مع الضمة ك ك ك ك ك ك، الكاف مع الكسرة ك ك ك ك ك، والكاف مع الساكن ك ك ك ك. الكاف المفتوحة كلب ك ك ك كلب، الكاف المضمومة كرة ك ك ك، الكاف المكسورة كتاب كي 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 كتاب، كاف ساكنة مكتبة ك ك ك مكتبة. دان 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 فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. إذن هذا هو حرف الكاف يا أحبابي. كاف مع الفتحة تقرأ ك مثل ما نرى في الصورة، كلب، كاف كلب. الكاف مع الضمة تقرأ ك، كاف مع الضمة تقرأ كو مثل ما نرى في الصورة، كوب. الكاف مع الكسرة كي، الكاف مع الكسرة تقرأ كي مثل ما نرى في الصورة أيضا، كتاب. إلى اللقاء في الدرس المقبل.